الاهلي. بعض الناس تحس ان ماتش الكوره ده ممكن يغير كل حاجه، بس في الفرق الكبيره ماتش الكوره هو مطب تقوم بسرعه الصاروخ منه دايما. ده صفات او شيم الفرق الكبار. الفرق الكبار هي دي مواصفاتهم، ان المطب لا فرحه بتقعد كتير ولا زعل بيقعد كتير. واحد يقول لي طيب هو النادي الاهلي بيعدل بعد الخساره؟ النادي الاهلي عدل بعد المكسب، النادي الاهلي اخذ قرارات بعد المكاسب الفتره اللي فاتت، اخذ قرارات في التشكيل الاجهزه الاداريه والاجهزه الطبيه كتيره. دايما النادي الاهلي ما بيقفش قدام اي قرار فيه اصلاح لفريق الكوره. وعايز اقول حاجه، انا قلت امبارح وقلت اول امبارح وقلت قبل الماتش وهقول تاني، دايما لقاءات الاهلي والزمالك 50-50، واي بني ادم يحس ان الزمالك وقع مش راجع فهو مخطئ، واي بني ادم يتجاوز في حق الزمالك او الاهلي فهو مخطئ، واي بني ادم يفتكر ان مطب الاهلي هيطول فهو مخطئ. الفرق الكبيره دايما بتخش وبترجع الجيم بسرعه الصاروخ. النادي الاهلي النهارده عين الكابتن محمد رمضان مدير اداري لفريق الكره، او مدير رياضي لفريق الكره. مدير رياضي بصلاحيات مدير كوره، بمنسق بين لجنه التخطيط ومجلس الاداره وفريق الكوره، باختصاصات الحقيقه كتيره جدا جدا جدا. هو اللي هيتولى اعداد خطه التدعيمات، ترشيح الصفقات، وهيكون متواجد على الدكه في المباريات وحاضر التمرينات. كل حاجه هتكون مع الكابتن محمد رمضان. أول طلبات الكابتن محمد رمضان واضحة قدام حضراتكم، تقرير عن الملف الطبي، مراجعة العقوبات التي تم توقيعها، طلب لائحة الفريق لمراجعة قبل إجراء التعديلات، طلب تقرير من كابتن سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة عن كافة التفاصيل. تقريبا كده طلب كل حاجة تخص فريق الكرة. وكابتن محمد رمضان كان ليه قبل كده تجربة مع النادي الأهلي في 95-96، كان موجود لمدة موسم. اختيار الحقيقة موفق جدا، اختيار الكابتن محمد رمضان. واعتقد ان النادي الاهلي دايما بياخد القرارات السليمة في الوقت المظبوط اللي شايف ان هو. انا واحد تاني كان يقول لك ايه يعني النادي الاهلي بعد ما مشى خالد بيبو ممكن يحس ان في ثغرة هنا او في مشكلة هنا او في ازمة هنا، يقول لك لا عشان ما يتقالش ان كنا غلطانين في القرار. ده مش الاهلي. الاهلي لو جاب مدير فني، وشفنا مع سواريش كان تجربه قويه جدا، وشاف ان هو ما يقدرش يحقق الاحلام هيغير على طول. مش هيغير موضوع نتائج، هيغير موضوع عدم قناعات. فالاهلي بياخد القرار اللي فيه مصلحه الفريق، ومش مهم الناس هتقول اصل الاهلي اخذ القرار، اصل الاهلي بعد رحيل الكابتن خالد بيبو اصل الموضوع. لا، طالما ده فيه صالح النادي وصالح فرقه الكوره هنعمل كده. كابتن محمود الخطيب دايما الحقيقه صاحب قرارات في توقيت في توقيتات مهمه جدا. وعايز اقول حاجه الحقيقه في المباراه دي، مباراه السوبر الافريقي دي درس في كل حاجه نقف عندها. ايه هي مباراه السوبر الافريقي؟ هتخلينا بعد كده مفيش حد هيخش مداخله او في برنامج او في استوديو لمباراه اهلي وزمالك غير ما هيقول السلوجن بتاعنا. السلوجن بتاعنا ايه؟ السلوجن بتاعنا 50-50. بقى الشعار خلاص، ارفع الشعار الاهلي والزمالك 50-50، الموضوع خلص انتهى. مش بس كده، محدش هيبقى داخل مباراه الاهلي والزمالك حاسس ان انا ليا الافضليه، رافع الياء، حاسس ان انا كده كده هكسب. وده بصراحه اللي عملوه فريق النادي الاهلي. فرقه النادي الاهلي لعيبه كبار ولعيبه اسامي، وما نقدرش النهارده نقف ننتقد ونقول الحكايه لان لعيبه كسبت ومتعتنا وضحكتنا واخدت بطولات وفي الاوقات الصعبه تلاقيهم. ولكن هي 90 دقيقه لعيبه الاهلي احتفلت بدري، لعيبه الزمالك حجرت في المباراه وكان عندهم الروح والعزيمه، وخلص الماتش وانتهى. الاهلي راجع ان شاء الله باذن الله يتالق ويكسر الدنيا هو والزمالك، ونتفرج على موسم استثنائي ان شاء الله باذن الله، يكون الموسم اللي جاي موسم مختلف تماما.